كان فران ام فلان نمي بشير هنا بابن المائس وغاب ونوطي ان اوت امين اريتين ان ام بشا ان جوز خن اوشي بهموت جي بن يوتف خن فقوي مارف توبون جي بكران مارس اي ان جتك تقورو بيت هناك مارف شوبي ام فريتي خنت بين نمهي جيم بيكاهي بن اي كنتي راستي مي افنان ان فقو وو كانيات ايرو ناني بول ام فريتي هون انتين كو اي بول إني إتي أو أون إنتان إيرو أو ووهم بيرن تاني خون إيبو راس إيبي راسموس الله نهميني بولها ببيت هو أو خم بخريستوس إيسوس بن شويس جيسوك تيتي متقورو نم تي بوم نم بي أو شايني أمون طيب احنا معانا أربعة. طيب نبدأ بالترتيب. تصوني ليليان تقري لنا أول آية من أول الآية دي. اوكي، بس انا مش معلش مش عارفه الرقم. طب بترتيب الحروف يبقى ده رقم كام بالعربي؟ طب يعني ده يبقى رقم كده كام؟ اشمين اشمين بالظبط. تمام، ده سؤو ستة، سؤو شاش شاش في اشمين. شمين. تمام، يبقى شمين. هو الرموز انا مش مش تمام. يبقى حرف الله حرف الايتا هو الحرف الثامن في الابجديه القبطيه. يعني احنا هنحاول نقربهم برضو كده لغايه الحرف العاشر اليوتا، عشرة اللي هو يوتا. لو عرفت دول يبقى عرفت من واحد لعشر. شمين ألا ألا من أو نغي لا كان مي من أو نغ نغي. طب ليه قسمتي الأو لوحدها؟ ليه قلتي من أو؟ من أو نغي. لا هي لا هي يعني عشان أنا لسه بقراها بس مش ماشي. أكتر. ماشي، يعني بصي اكيد او دي ساكن، فاكيد مش هبدا بساكن الا لو جايه في اول الكلام. يعني دي تبقى مي نو، ماشي، هلاقي هنا ساكن وساكن، يبقى هاخد الساكن ده مع اللي قبليه، بقى مي نون غي منين غي. من نون غي تي او امو او مو، تيرو لا مو او، ضمة الاوميكرون مو ابسلون اكتر من ضمة الاوميجا، يبقى مو او. امو او تيري او لا تي تيرو او تيرو 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 إيهان أو سي إس في بي هو أو إنتي إب إيمي إم بخريستوس إيسوس باشويس فاي إيتاي تي أو سي إن ها أوب إن إن هوب إن هوب نيفين إس في تيف إس في تيف أو إز فيتف إز فيتف. على طول مفيش حاجة ما بين الطاب والفي، فما ينفعش أقولها تيف، لا هي تف، هي عشان في وفي فالواحد تبقى إز فيتف. يعني اعتبر التيه والفيه لازقين في بعض، يبقى إز فيتف. او تي و تي و تي أوب تي أوب امو او امو امو او امو او امو او تيرو تيرو ايهان
لبشي لبش إيهان لبش صح؟ هنا إنتاجين ثواني إنتاج إنتاجين هي أو صح كده؟ انت جيم هي او ام بخرس تو صح كده؟ ام بخرس تو صح. معلش. لا لا حلو حلو حلو، بس محتاج تدريب اكتر على القرايه يا سون. انت اصوات الحروف كلها في دماغك بس ما فيش تدريب. لا ما معلش مش بذاكر. ايوه فعلا، بس الأصوات كلها في دماغك، يعني ما غلطتيش في نطق حروف، بس السرعة مش جاية. أي طيب طيب احنا خدنا بعض الكلمات من النص الآيات اللي فاتت. أوسي يعني إيه؟ حد فاكر؟ أوسي يعني خسارة. ماشي. طيب ايمي يعني ايمي بيجي فعل وبيجي اسم، بيجي اسم لما بيجي اب ايمي يعني المعرفة، وايمي ماشي اللي هو يعرف، الفعل يعرف او عرف ايمي. ماشي. طيب طيب تاسوني رشا الآية اللي بعديها. سيت وور ان سيجنيت ان خيتف اس ان لا ان سي ايه تاني دي؟ سيجنيت ان سي فيش ميت. هي انسي جيمت جيمت انسي جيمت او انسي جيمت ان خيت اس ان توت ان ان جي تا مسمي تي اي بولخين بي نوموس الله تي اي بولخين اف نهتي ام بخريستوس تي مسمي زي تي اي بولخين اف نوتي اي اهري اي جين اف ناهيتي اف ناهتي اف ناهتي اف ناهتي. تمام. و ماشي. سي دي اللي هو هم في المضارع، هم ضمير هم في زمن الحاضر الأول. ماشي. طيب جمت اللي هو يجد. طب هو هم وجدوا، يبقى ده صيغة ايه؟ مبني للمجهول، يبقى أوجد أو وجد. انخطف يعني فيه. طيب ان جي طامث مي يعني ايه بقى؟ طامث مي مين يقول لي طامث مي يعني ايه؟ اللي هي بتاعتك يا تسوني رش، قولي لي طامث مي يعني ايه؟ مسمي اللي هي البر او الحقيقه او بالظبط. ماشي. طامث مي يعني اللي هي بتاع ملكيه او بري. ملكيه. ايوه تبقى ايه؟ بري بالظبط كده. تمام. بري بري ومث مي كلمة مؤنثة فأخذت الطاف، يبقى بري. تمام. خين إفول بينوموس الله إخين إف نهتي إم بخريستوس. طب يعني إف نهتي إم بخريستوس؟ الإيمان بالمسيح، الإيمان بتاع المسيح، الإيمان بالمسيح بالظبط.
they أما تيمث مي أما البر في إيفولخين الذي في فنوتي الله إيه إهري إيجين إفنهتي بالإيه الذي من الله بالإيمان. الآية اللي بعدها مين دور مين تأصوني تهاني إسري صنف نيم لا دي إريها تاني بس إث إثري سو أونف أو ممكن أقولها سوونف سوونف صح؟ ماشي نطق مقبول بس الأدق إن هي أوونف ماشي فدي تبقى إيه؟ سوونف سوونف نيم تيغوم انت تف نستاسيس نيم تي مت إشفير انت نف ام كاهي نف ام كا اي شتي ام موي ان سموت نيم بفمو طيب يعني ايه تيف اناستاسيس قيامته قيامته بالظبط أناستاسيس يعني قيامة تيف أناستاسيس تبقى قيامة بتاعته ملكية صفة الملكية طب يعني إيه نيفمكا ألامه ماشي إمكا هي ألم ومفروض جماعها الستاندر بيتغير بتبقى إمكافه بيجي هنا في إبسلون بس ممكن أحياناً بتتجمع بنفس الصيغة إمكاف كنا اتكلمنا عليها من ضمن الكلمات اللي بتتغير أو ما بتتغيرش في الجمع طيب يبقى دي ألام إمكاف نيف إمكاف تبقى جمع ألم ألام والألام بتاعت مين؟ مين المالك؟ هو تبقى آلامه تمام بالظبط طب يعني ايه بيفمو موتو صح مظبوط موت يعني موت ماشي كلمه مذكره تبقى اخذت ب بيف يبقى الموت بتاعه يبقى موت تمام يا تصوني تصوني تيتي تصوني تيتي المايك اسفه ميت او واي جي اري او انتا تيماتي اي اب تونف انتي نيرف موت نيف نيرف موت نيرف موت صح طيب يعني ايه تا تي ماتي تي ماتي انت تي ماتي تي ماتي يعني ايه القيامة؟ لا مضرة؟ مسرة تمام يا تصوني مسرة؟ مسرة تيماتي تاتي ماتي تاتي مسرتي مسرتي ماشي؟ ماشي؟ يعني هنا لعل دي يعني لمسرتي يعني أنا مش مجرد يعني حد ماشي ان انا ابلغ لعقلي لمسرتي اللي هي قيامه الاموات طيب ها
تصوني مريم ميتس نوف ايه اول كلمه دي اوكي اوكي اوك 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 او تي جي ايو اي او او اي اي تشي اي هي زي اي جوك ايفول تي اتشوجي تي اتشوجي تشوجي صح زي جي اريو انت تاهو انت تاهو خين فاي ات اف تاهو ات اف تاهو لا ات اف تاهيو ايه ات تا ايه تا اتاف اتاف تاهو ابسلون بعد الالفا بتبقى في يبقى اتاف 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 تاهوي ان 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 خيط ان خيط ايفول هيتين بخريستوس ايسوس دي لو قلت لك ان الكلمه دي يوناني تبقى تتنطق ايه هي كاف يا خاء باين؟ لا هي امتى كاف وامتى خاء؟ كاف في القبطي وخاء في اليوناني يا خاء في اليوناني طيب ماشي؟ يعني... ماشي؟ طبعا هنا هي الكلمة أصلها أوشي يعني بعد الكي في يوتا دي أداة ربط اسمها ليس في اليوناني ماشي بس اليوناني عندهم حركة كده ما بيحبوش كلمة تنتهي بمتحرك والكلمة اللي بعدها تبقى ده بمتحرك فبيعمل ايه فبيحذف المتحرك ماشي تمام عشان ما يبقاش اتنين متحركين عشان ما يبقاش الاتنين بادئ متحرك وناهي متحرك فيحذف المتحرك اللي... فبيحذف متحرك ماشي تمام بس هي دي اصلها ايه اوشي أوشي أوشي اللي هي ليس ماشي أداة نفي قوية في اليوناني ماشي يعني زي كده إمون في الإبت يعني أقدر أغيرها بإمون اللي هي ليس ماشي طيب أوكي تمام طيب عشان الوقت برضو احنا آسف من المرة التانية على التأخير يا جماعة النهاردة احنا كان درسنا بنتكلم على صفات الملكية اوكي نيزموت ان اموني ماشي اموني اللي هي الملكية ماشي بي امونيز اسلوب الملكية قلنا بنتكلم على صفات الملكية وهنتكلم على ضمائر الملكية هنتكلم على الإضافة وهنتكلم على النسبة. طيب قلنا إن الكلمة فيها جزء خاص بالمملوك وجزء خاص بالمالك. الجزء الخاص بالمملوك يبقى حسب جنسه ي ب ي ت ي ن. الجزء الخاص بالمالك هو اللي بنحط فيه إيه؟ آ إك إي إف إس إن إتين أو. وهكذا بيبقى الإيه؟ بابك بي بف بيس بين بتين بو طاتك تي تف تيس تين تتين تو نانك ني نف ني سنين نتين نو طيب كنا خدنا الدرس اللي فات حبة أمثلة من الإنجيل ووقفنا عند
ملاحظات وأمثلة. فآخر مثال كان ما خدناهوش المرة اللي فاتت، مثلا نبدأ بالتصوني راشا، ممكن حضرتك تقريه لي؟ اي اي تونس اي 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 تونس تونس تو تو بشتو تو ضميها جامد اه تونس تونس او برو فيتيس ان لا ما فيش نو 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 ايه بولخين نو اس ني او كاتا بيكريتي. مبدئيا لما اشوف المنظر ده حرف الاي جاي كده اي اي او اس اي او اف اي، ده علامه زمن اسمه مستقبل يقيني، وقلنا الزمن ده بنستخدمه للوعود الإلهية وللنبوات بشكل عام، حاجة هتحصل في المستقبل بس ما تحتملش إنها تحصل أو لا، لا هي هتحصل هتحصل. أوكي طيب، تونس يعني فعل اللي هو يقيم. طيب أي أنا في المستقبل، يبقى أنا سوف أقيم وأكيد هقيم، يعني أنا سوف أكيد، دوت كلمة بين قوسين كلمة أكيد لأنه مستقبل يقيني، أنا سوف أكيد أقيم. أو بروفيتيز إيه أو؟ أو أداة نكرة، أداة نكرة بالضبط. بروفيتيز نبي، نبي بالضبط. نو أو ايه؟ نو او لهم، ماشي، ما بين من العربي لهم على ليه لهم اللي هي ايه بالظبط؟ تصريف الان في حاله القابل لهم بالظبط اللي هي ايه؟ طب اللي هي ني ني ناك ني اللي هو شيري ناك سلام لك، شيري ني سلام لك، نيف ني نين لنا، نيتين نيتين نتين نقو نقو بالظبط. ماشي يبقى ده ايه؟ لهم سأقيم لهم. ايه بولخن من من نو اسنيقو اخواتهم، نو يعني اسنيقو اللي هو او اسنيقو اللي هي اخوة جميل. نو اسنيقو اخواتهم ضمير ملكي، يبقى من إخواتهم كاتا. يعني إيه كاتا؟ حسب، بحسب أو مثل كاتا، ماشي، بحسب بك ريتي. يعني إيه ريتي؟ ها طب لما نقول كلمة فين؟ تقريبا بيتي خنت فين مهجن بكا. طب نقول افريتي يعني حال، الحال الحال اه ماشي، بيبقى بكريتي حالك، حالك او مثل يعني حالك، بحسب حالك، بحسب زيك، بحسبك انت، ماشي، بس أخوهم لهم في وسط إخواتهم مثلك. ماشي ماشي أوكي تمام، فاهمين نستخدم أداة الملكية في الصورة الطبيعية بتاعتها؟ حد عنده أي مشكلة مع الدرس ده؟ لا حلو. تصوني ليليان، أكد بس منك الوضع إيه؟ اه انا سمعت ورجعت الدرس ده لما كنت غايبه فيه، شكرا. ماشي واضح. اه بس انا مريم اي تمام كويس.
بس برضه عايز أسئلة تاني. طيب طب هو في سؤال في اللي هي اتفضلي. نوء دي المفروض إن هي يعني في التصريف اللي هو بتاع الضمير الملكية بتاع الني لما بتبقى في الجمع، هي دي اللي هي لهم؟ لا نو لا لا ضمير الملكية في الجمع نو. ماشي نو أنا نو قصدي على نو. الأوميجا، الأوميجا اللي في النص دي، دي مش ملكية يا تاسوني. دي مش لأن أنا لفت في لا دماغي لسه أقولها. في الدرس الثامن خدنا حاجة اسمها تصريف حرف الجر إن في حالة القابل، اللي هي لي لك لك لنا له لها. كنا بنقول ايه؟ ني، اللي هي الني ايتا يوتا كانت لي. طيب ناك اللي هي لك، وبنقولها شيري ناك، سلام لك. شيري ني ني اي. اوكي هي دي اللي لخبطت بينها وبين الضمائر هي دي اللي هي تصريف الان حرف الجر ان في حاله القابل، اللي هو لي لك لك. هنا نو هي لهم. اوكي ثواني. كنا خدنا ده اوكي، اللي هو مع انا ني ناك ني ناف ناس نان نوتين نو، اللي هو ايه؟ ناي نان ارحمنا، موي ني اعطيني. معلش استأذنك، ده الدرس الكام يا الثامن حسن؟ ده كان الدرس الثامن. شكرا، معلش تعبتك لا لا يا تصون، ما فيش حاجة. طيب نبدأ نتكلم على ملاحظات بسيطة على الدرس ده. ملاحظات دي ممكن تصوني تهاني قريلي الملاحظة. تستخدم صفة الملكية أمام أسماء الأعداد للدلالة على ترتيب الأيام، وذلك دون ذكر كلمة يوم مثل. يعني ايه دي اري او يبقى بيف شومت اللي هو الثالث؟ يعني احنا لو تيجي ترجمتها كده باللفظ يبقى معناها ايه؟ ثلاثة بتاعته، يبقى ثالثه، يبقى الثالث بتاعه، صح؟ يبقى عايد على كلمة محذوفة اللي هي يوم، يبقى معناها اليوم الثالث أو يومه الثالث. أوكي؟ يبقى بستخدم صفات الملكية مع الأعداد، لو استخدمتها مع الأعداد على طول بتدل على الأيام. أوكي؟ يعني تصوني مريم. آني شا آن آن شارو شارو أو آن إي آن إي آن إي شارو أو إيتي را إي رو أو إي الوحدة إيتي تر واس إيتي الواس ترواس. ترواس ترواس اسم مدينة. ترواس ترواس يعني لو هنطقها ترواس اللي هي ترواس يعني. تمام. ام تيني لا ام ايه تين 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 بي بي بيني ام بيني. طيب دي عليها شرطة تبقى يا اختصار يا
اختصار يا رقم 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 هل الاي لوحدها اختصار لحاجه؟ لا لا تبقى رقم. يبقى الاي رقم كام في الابجديه؟ الفا بيتا غاما دلتا اي 5 بالظبط. تبقى هواي ناف شوم افتو اتيو اتيو. يبقى ام بين اتيو ام بين اتيو. طب يعني ايه بين اتيو؟ يوم الخامس. يومنا الخامس بتاعي. الخامس بتاعنا في خامسنا. يبقى احنا في الماضي او on اللي هي الماضي. يبقى on احنا بس في الماضي. اي يأتي يبقى احنا اتينا جئنا. شارو او اللي هي الى او ناحية في اتجاه. الى ترواس ترواس. ام هنا جاية كحرف جر. بين اتيو في خامسنا او في يومنا الخامس. يبقى هنا على طول لما بين ملكية المالك احنا والمملوك اليوم الرقم بقى بتدل على يوم. اوكي طيب تصوني رشا. Choice of cons beef F2 غار B فو U. Choice يعني سيد أو رب. بالضبط. لما باجي بوجه في أول الكلام كده يبقى بقول إيه؟ كأني بحط او بشويس يعني يا سيد او يا رب. بشويس اف كونس. كونس يعني فعل بمعنى يعفن او ينتن يعني. اف كونس يبقى هو في الماضي انتن. يعني ايه غار؟ دي جملة كده. لأن ده تربط يوناني بتيجي بتاني كلمة. بيف افتو او بيف افتو او. ماشي يعني ايه بقى بيف افتو او؟ يوم الرابع. ماشي لان اليوم الرابع بي يكون فوق او. يعني ايه فوق او؟ يوم اليوم يوم اليوم بمعنى توداي. ما في عندي ايه هو بمعنى day اللي هو يوم وفوقه اللي هي day today بمعنى اليوم بس بمعنى اللي هو النهاردة مش معنى اليوم. ماشي بمعنى يبقى فوقه معناها اليوم today. يبقى لأن رابعه أو لأن اليوم الرابع بتاعه هو اليوم. ماشي يعني مش بنتقال لأن له أربع أيام. لا لأن ماشي النهارده الرابع بتاعه. ماشي واضحه؟ واضحه. طيب في تعبير تاني بنستخدمه برضو موجود كتير قوي في الانجيل. ماشي تعبير ده اللي هو تصوني ليليان ممكن تقري الملحوظه. أما في التعبير بيف راستي الغد ومعناه الحرفي في غده فإن هذا الضمير المتصل في لا يصرف لأنه يعود على الكلمة المستترة إيه أو يوم. طيب إحنا قلنا إيه؟ قلنا لو جه مع رقم يبقى بيدل على إنه يوم. طيب لو جه مع كلمة راستي يعني إيه راستي؟
لما نقول بن أيكن تراستي غدا غد خبزنا الذي للغد بك أيكن تراستي راستي يعني غد يعني بالعامية بكرة ماشي باكر أو بكرة أو تاني يوم اليوم اللي بعده يعني طيب بي فراستي معناها الحرفي يبقى إيه غد غده غد بتاعه غد بتاعه بفرستي هنا مش عايدة على الفاعل أيا كان كلمة بفرستي بتعود على اليوم يبقى الفي هنا بيقول لك إن تصريف كلمة بفرستي ما بنستخدمهاش غده بنستخدمها بمعنى الغد بس ماشي ليه لأن الفي هنا عايدة على كلمة محذوفة ماشي اللي هي إيه أو اللي هي اليوم طب نبص على مثال عشان نفهم الملحوظة شوية أنا مش فاهمها دي يا باش مهندس حطينا طفلي علشان حاجة محذوفة طبعا حرف حرف إزاي هي ما هي دي ما عشان كده قلنا الملحوظة هي في كلمة بفرستي بالذات ماشي ما بنصرفهاش يعني ما بنقولش غده بنقولها الغد ماشي يعني نشوف الجملة دي طب ما نحط نكرة وخلاص ايه ما نحط نكرة بدل بيف ادام عايزين احنا عايزين لا لا يعني انا لو هقول راستي ان ايه او يعني غد اليوم انا حذف كلمة اليوم يعني احنا مفروض بنقولها راستن ايه او ماشي التالي بتاع اليوم او التابع لليوم ماشي او غد اليوم طيب احنا حذفنا كلمة ايه او بس مازال البيف عايدة على ايه او مش فبالتالي ما بصرفهاش يعني ما بقولهاش في غدو ودي هنلاقي ناس كتيرة بيتلخبطوا فيها لان لو هو ما يعرفش القاعدة بتاعت الكلمة دي بالذات هتلاقيه بيتعامل معاها بالطريقة العادية وبالتالي بيصرفها وبيقول عليها بفرستي بيترجمها غده لا بفرستي هي غد بس أو يوم تالي طيب نشوف الآية تصوني تيتي اقريها الآية أو أشوبي e pevrasti afshenaf e o bek o o vaki vak yani vaki medina sah tay o o wa ma as shobi yani sar mashi kan ماشي يعني وكان ايه بفرستي يبقى في غدي في لا مش هقولها في غدي خلاص ما انا عارف القاعده صح يبقى هقولها وفي الغد افشناف هو شيني ده فعل برضو يذهب فشناف يعني ذهب او ماشي يبقى هو ذهب ايه اوفاكي الى مدينه اوكي ما بقولش في غده بقول وفي الغد او في اليوم التالي كلمه يوم نفسها محذوفه ماشي طيب تاسوني رشا اوه ايه دي فراستي أفين زي ناريون سناف إيفو تمام برافو عليك حلليها بقى ماشي أوه و ربط جملتين إيه بفرستي اللي هو الغد أف إن أف هو في الماضي إن دي غالبا اللي هو بقى الفعل اللي هو يخرج أو يعطي سطرة برافو
زيناريون اللي هم دينار، صناف اللي هم ايفون. اريون صناف دي على فكره دي صيغه المثنى في القبطي، لما نتكلم على الارقام ان شاء الله بعدين نبقى هنتكلم عليها، بس لما اجي اقول تعبير المثنى بحط الاصناف بعد الحاجه، ماشي؟ زي ما بنقول اي حاجه اتنين، يعني هنقول درسين، فكلمه الاين اللي في الاخر دي اللي هي حولتها المثنى في القبطي بنحط الاصناف بعد الكلمه، يبقى كده بقت مثنى. اوكي، ونحط الشرطه اللي فيها دي، مش كده؟ الشرط ما هي دي اللي خلتها اصناف، ما هي لو من غير الشرطه دي هنقولها بيتا مش هنقولها اصناف. اللي خلتها انها رقم اصناف رقم اتنين هو ان انا ان فيها الشرط. حطيت شرط، ايوه صح. يبقى ايه؟ of engine evil يخرج. لا بص، ان evil على بعض يخرج. ماشي، يعطي الى الخارج يبقى يخرج. ماشي، تصوني تهاني. ايه بفرستي ذي افناف اي ايسوس افنو او حروف. حلليها بقى. ايه بفرستي اللي هي الغد، ذي مش عارفة ذي هي أفنوف. اما أداة ربط يوناني بتيجي تاني كلمة ومعناها اما، اوقات بتترجم في العربي ويا، بس الترجمة الادق بتاعتها اما. يبقى اما أفنوف. اما في الغد او في اف ناف. اف هو في الماضي، ناف نظر او رأى، يرى فعل للرؤية. ناف هو شاف. اف ناف. ايه دي تقريبا على يعني علامة المفعول به، او اداة ربط مفعول به. اداة ربط المفعول به. ايسوس يسوع. افني او هو كان جاي، صح؟ مظبوط. دي حاجة اسمها حاضر. حاضر دل على العادة، اف دي زمن الحاضر الدل على العادة. زي فاكرين لما قلنا اتكلمنا على كلمة اف شي في صورتها القبطية، وقلنا ايف اللي هي هم في الحاضر الدل على العادة، ماشي؟ او الدل على، سوري مش الدل على العادة، سوري، الحاضر الدل على الحال، ماشي؟ يبقى دي حال هنا، يبقى إيف هو حاله يعني. نيو هي دي صورة وصفية من الفعل ني اللي هي آتن، ماشي؟ آتي نيو، وخدناها في قانون الإيمان، حد فاكر؟ حد فاكر خدناها فين في قانون الإيمان؟ فاكرين عربي اللي هو يمكن يأتي في مجده. بقى لنا مدة سايبين قانون الإيمان. ماشي، كي بالين اف نيو. ايضا نيو هو اتي او قادم او وافد. ماشي،
ويبقى أيضا هو آت أو يأتي. أوكي ماشي، يبقى دي صورة، صورة وصفية من الفعل اللي هو آت. يبقى دي على بعض كلها كده كأنها صفر. يبقى شاف يسوع إيه؟ حاله آت هاروف، هارو يعني في اتجاه هو أو إليه يعني. هاروف يبقى إليه في اتجاه صوبه، يعني نقدر نقولها يعني لو بكلم عربي فصحى يعني. صوبه هاروف. طيب تصوني، تصوني مين بقى؟ تصوني ليليان. أوفيني. لا أوف إيني. مش أوفي، أوف إيني. أوف دي لوحدها وإيني لوحدها. الأوجيك إهري إيغو أو أف هيتو هيتو إيخون إيب أري إرؤو شا بفرستي. تمام، يبقى بنقول إيه؟ هو هو أف هم إيني ألقوا إن أو جيج، جيج يعني يد، يد إن أو جيج. يبقى ألقوا إيه؟ يد بألقوا اليد إيه إهري يجو أو عليهم. ماشي، إهري يجو أو و أبهيتو، أبهيتو إخون وأبهيتو أب هم هيت أو. ماشي، هم وضعوا هم داخل إخون، داخل أو في إيه إب أري. ماشي، أري اللي هو إيه؟ حبس. يبقى إيه إب أري، يبقى حطوهم في الحبس. إرؤو شا إلى إمتى؟ بفراستي، هنقول إلى غده الغد. هنلاقي هنا مش هتمشي خالص غده، يعني حتى كل آيات اللي فاتت كان اللي فاعل واحد بيشوف يسوع جاي، ممكن يبقى إيه غد أي حد. هنا ممكن إيه في اليوم التالي ذهب للمدينة، ممكن يمشي غده. الآية دي بالذات بقى كل اللي فيهم إيه؟ اللي بيقبضوا مجموعة واللي اتقبض عليهم مجموعة. يبقى بفرستي هنا لا يمكن جميع الأحوال تتصرف غده، يبقى هي الغد، إلى الغد. شا بفرستي إلى الغد. واضحة الملحوظة؟ هما ملحوظتين سهلين. ماشي، الملحوظة الأولانية بتاعت صفات الملكية مع الأرقام، الملحوظة الثانية لما تيجي بيف مع كلمة راستي، هي صفة ملكية بس بعيدة على كلمة مستترة اللي هي إيه هو. أوكي، المرة الجاية إن شاء الله هتبقى مراجعة وأسئلة، فمحتاجين نراجع الكلمات. أوكي، ومحتاجين نركز في الدرس، يعني نراجع الدرس بسيط بس هنجيب كلمات قبطي نترجمها عربي، كلمات عربي نترجمها قبطي، جمل عربي نترجمها قبطي، جمل قبطي نترجمها عربي. ماشي، فلازم نراجع الكلمات اللي خدناها. طيب ممكن تدينا حضرتك بس الكلمات بحيث ان احنا نبقى عارفين نركز على اي كلمات، لأن الكلمات كتير قوي وإحنا الواحد تايه وسطيهم يعني، أهو. فعشان يبقى فيه تركيز أكتر. أهم دول
دول هيبقوا في نفس الدرس النهارده ولا بتوع المره اللي فاتت؟ هو بتاع الدرس ده الاساسي يعني، هقول لك هتيجي ازاي. ماشي تمام. بس من غير ما حد يغش يعني. مثلا زي ما حضرتك حطيتهم دي معناها كذا، صرفي بقى مع الضماير بالظبط. ولا مش هتقولي ولا مش هتقولي هنا معناها كذا؟ مش هقول معناها خلاص، لا التانية اللي على الجروب دي علشان الناس اللي ما بتحضرش تتشجع برضو، تلاقي الدنيا تفهم الدرس بيتكلم عن ايه، تخش تفتح الملف. ويا ريت كله بيجاوبهم يتصوني، ده اللي بيجاوبهم يتعدوا على الصبع الواحد، مش هنقول على صوابع الايد الواحده. ماشي طيب، يعني مثلا هنلاقي، هنقول حاجه كده اوكي. واحد دي ايه؟ اب. لا واحد اري بانوتي. بانوتي كده إله. نوتي يعني إله. بانوتي تبقى إله. طيب تعالوا عرض يعني ايه 13. ها نفسه كي سي اف سي. انا كنت فاكراها نفس تيف 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 تي تيشي تيف تيف تيف. تبقى نفس، تبقى نفسه كي، تبقى ايه؟ تي بسيش بالظبط، تي بسيش. اوكي محتاجين نركز على الكلمات. يعني مش هتمشي من غير كلمات، ناخد جمل كده مثلا. نايمين يقول لي جملة خلاص، ده رقم 6 سوء. ها بنوتشي نيم بنورو بنورو نوتشي نيم بنورو بنورو ملك بنورو إلهنا وملكنا. ماشي بين يعني إله. بتاعنا نا. يبقى إلهنا و ملكنا. ماشي بس هتبقى كده. ماشي بس هن ايه ظريفة وجميلة ومش ما فيهاش مشكلة يعني، هتبقى مش صعبة. ماشي طب انت سلايدز كده يعني، واحنا نحاول نظبطهم عشان حاسه ان انا اعرف. ده انا هحاول اشيلها من التسجيل يا تسون. لا يا باشمهندس ما ينفعش. المهم تذاكروا الكلمات وتركزوا في الدرس علشان ايه؟ لما نراجع يبقى نراجعه سوا، يبقى الموضوع ظريف، الموضوع هيبقى سهل يعني ان شاء الله. حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ شكرا لحضرتك. شكرا شكرا تعبنيك، ربنا يعوضك. طيب تاسوني مين تختم لنا؟ تاسوني مريم. خاني فرعون ام فيو اتنين بشيرين ببن في مائس اواب ونوتي ان اونوت ان اوت امين ارتين ان ام بشاين جسخين او شبه موت جي بنيو تتخني في قوي مارف توفون شيب كران مارس إيه إنشتك ميت أورو بيت هناك مارف شوبي إيه مفريتي خانت في نيم هي جين بيكاهي بين أويك إنتي راستي ميف نان إنفو ووه كاني إتئيرو نان إيفول إيه مفريتي هون إنتين كو إيفول ني إتي أون إنتان إيرو أو وو إمبيري إنتين إخون إيبي راسموس الله نحميني بول حبيبته او خيم بخريستوس إيسوس بن شويف
مشوك تيت نمت أورو نمتي كوم نمبي أو أو شايني أمي.